جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأخينا يقول فيه: أقوم بأداء صلاة العشاء جماعة ولله الحمد، وقبل النوم أقوم بأداء ركعتي شف وركعة وتر، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، عملك هذا صحيح، ولكن قبل الشفع وقبل الوتر تأتي بالراتبة، راتبة العشاء وهي ركعتان بعد صلاة العشاء، هذه راتبة، ثم بعدها تصلي ركعتين الشفع ثم تصلي ركعتا الوتر، هذا إذا كنت لا تثق من القيام في آخر الليل. أما إذا كنت تثق من قيامك آخر الليل قبل الفجر فالأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل، وأن تصلي من آخر الليل ما تيسر لك، وأن تختمه بالوتر قبل طلوع الفجر، هذا هو الأفضل. نعم.